الاعزاء طلاب الصف السادس العلمي، اليوم راح ناخذ المحاضره الثانيه اللي تتعلق بالمسعر الحراري. تعرفون المسعر الحراري هو جهاز يستخدم في قياس امتداد التفاعل الدلتا اتش ار. ثاني التفاعل، اوكي، راح ناخذ مثال 2.1 صفحه 28. يقول باستخدام المسعر الحراري الموضح في الشكل 2.3 راح ارسمه. ايش خلينا 3 غرام من ماده الجلوكوز. الكتله الموليه مالتها للجلوكوز هي 180 غرام لكل مول. خلينا هويا في وعاء عيني. تعرفون المسعر دي وعاء، وعاء نخلي بيه مي ووعاء نخلي بيه العينه اللي نريد نحركها. وعاء العينه ايش مليناه؟ مليناه بغاز الاكسجين، ليش؟ حتى يساعد على الاحتراق. اوكي. وضع هذا الوعاء، وعاء التفاعل او وعاء العينه اللي يتم به الاحتراق داخل الوعاء المعزول الذي ملئ بكميه من الماء مقدارها 1200 غرام من الماء. الحراره النوعيه مال المي منطقيها 4.2. درجة الحرارة الابتدائية للماء هي 21 درجة مئوية. أحرق بعد ذلك المزيج، يعني حرقنا الجلوكوز. وعند قياس درجة الحرارة يعني للماء وجد أن التفاعل رفع درجة حرارة المسعر ومحتوياته إلى 25.5 درجة سيليزية. يقول احسب كمية الحرارة المتحررة بوحدة الكيلو جول نتيجة احتراق 1 مول من الجلوكوز عند على فرض أن حرارة المسعر مهملة. أوكي. خلفت من ارسم لكم المسعر بالبدايه. طبعا المسعر الحراري بوعاءين، هذا هو الوعاء الاول، هذا هو الوعاء الاول يكون معزول حراري، يعني شنو؟ ما عنده هيت ترانسفير، ما عنده انتقال الحراره بين داخل الوعاء الى المحيط الخارجي. هذا مليان مي، هذا مليناه شنو؟ مي. هذا مليناه مي. ايش قد كميه المي؟ كميه المي هي 1200 غرام. يعني خليت ب 1200 غرام شنو هو؟ ماء. اوكي. هسه راح اجيب وعاء العينه، وعاء العينه ما راح يكون بالداخل، هذا هو وعاء العينه. شوي نكبر هذا من المسار. وعاء الخارجي. هذا هو وعاء العينه هذا الاحمر. طبعا هنا راح اخلي به الماده اللي اريد احركها. شنو الماده اللي اريد احركها؟ هي الجلوكوز. جبت مقداره 3 غرام. طبعا وخليته وياه اكسجين. خليت من الاكسجين حتى يساعد على الاحتراق. اوكي. المسعر ايش بيه بعد؟ بي خلاط استرر او يسمونه مكسر او خلاط، ليش؟ حتى اقدر احرك الماء حتى تتجانس درجه الحراره. وبعد عندي محراب، هذا المحراب يقيس لي درجه الحراره. هذا المحراب يقيس لي درجه الحراره، لذلك درجه الحراره الابتدائيه ايش قد عندي؟ 21 درجه مئويه، يعني معناتها هاي هي تي انيشال 21 درجه مئوية. اوكي. هسه على مود احرك هذا الجلوكوز 3 غرام احتاج في الاداة الجهاز يحرق لي اياه، وراح ادخل وايرين، راح ادخل منه هذا الواير الاول وهذا هو الواير الثاني. طبعا بنهاية الهيتر خلينا نسوي بالاحمر حتى يحترق الجلوكوز، وموجة الاكسجين راح يحترق. هسه لما راح يحترق راح ترتفع عندي درجة الحرارة. السبب لان الحرارة راح يكتسبها المي. هذا الجلوكوز من يحترق راح يبعث الحراره كل الاتجاهات. اوكي، من راح يكتسبها؟ راح يكتسبها المي. لذلك راح ترتفع درجه الحراره، طبعا اشغل الخلاط الاستراحة حتى درجه الحراره تتوزع، فاشوف المحراب راح يقرا لي من 21 الى 25.5. فدرجه الحراره الثانيه يعني التي فاينل راح تكون عندي 25.5 سيليزية. اوكي. هسه شو راح اسوي؟ راح احسب كمية الحرارة اللي اكتسبها المي. كمية الحرارة اللي اكتسبها المي هي نفسها كمية الحرارة المنبعثة من احتراق 3 غرام من الجلوكوز، اوكي؟ فهسه راح اطلع الدلتا تي، بداية اطلع الدلتا تي، الفرق في درجات الحرارة اللي يساوي التي فاينال ناقص التي انيشال. التي فاينال هي 25.5. طبعا هاي خطوات ثابته لازم تسويها، اول شيء طلع الدلتا تي اللي هي التي فاينل ناقص التي انيشال اللي هي 21، والناتج راح يكون عندي 4.5 شنو هو؟ سيليزيا طلع الدلتا تي. هسه راح احسب الكيو، طبعا هاي الكيو نحسبها في قوه الضغط، فراح احسب كميه الحراره اللي اكتسبها المي، فاقول الكيو كميه الحراره اللي اكتسبها المي يساوي ان كتله المي في الحراره النوعيه للماء في مقدار زيادة في درجة الحرارة أو الدلتا تي. أوكي. الكتلة عندي 1200. الحرارة النوعية مطينيها 4.2.
جول على غرام على المئوي، والدلتا تي فرق في درجات حرارة هو 4 أو نص. راح أحسب لأني الأرقام تكون الوحدة بالجول، بعد ما المئوي ينحذف مع المئوي والغرام ينحذف مع الغرام تبقى بس وحدة الجول مثل كمية الحرارة اللي اكتسبها المي، لذلك موجب حرارة مكتسبة ممتصة. أوكي، هسه طبعا راح أضرب الـ 12 بالـ 42 بالـ 45 وبعدين أخلي الفوارز والأرقام. يعني أجل أضرب الـ 12 بالـ 42، 12 بـ 42، 2 × 2 = 4، 2 × 0 = 8، 4 4 × 10 = 5، 504. بمن أضربها؟ بالـ 45. 20 تبقى 2 × 0 = 5، 5 × 5 = 25. أترك مرتبة 16 × 1 = 4 × 5 = 20. راح أجمع 0 × 8 = 6، 2 × 2. راح أنزل هذا الرقم 2 × 2 = 6، 8 × 0. إيش عندي صفارة هنا؟ عندنا الصفرين، هذا 1 هذا 2. إيش عندي مراتب؟ عندي مرتبتين، هاي مرتبة وهاي مرتبة، فأفرز من جهة اليمين 1 2. إذا كمية الحرارة تساوي 2 × 2 = 6، 8 × 0، شنو الوحدة؟ جول. إذا هاي هي كمية الحرارة اللي اكتسبها المي. أنا شو أسوي بها اللي اكتسبها المي؟ ما تفيدني. أنا أريد كمية الحرارة اللي ناتجة من احتراق 3 غرام من الجلوكوز. أقول لك هي نفسها، بس شنو؟ عكس الإشارة، لأن هاي حرارة ممتصة، واللي هو دائما تفاعلات الاحتراق هي تفاعلات باعثة للحرارة. إذا راح أقول كمية الحرارة الناتجة المتولدة من احتراق الناتجة من احتراق 3 غرام من الجلوكوز، شو تساوي لنا؟ نفسها بس عكس الإشارة. يعني راح أقول الكلو تساوي لنا السالب 2 × 2 = 6، 8 × 0 جول. هاي حرارة منبعثة وهاي حرارة ممتصة. ليش؟ الحرارة المفقودة تساوي الحرارة المكتسبة. فالحرارة المكتسبة 1200 بالموجب، العفو هذا الرقم اللي هو 22680 جول، هي نفس الحرارة المنبعثة من احتراق 3 غرام من الجلوكوز. أوكي، هسه راح أحول هاي 3 غرام إلى عدد مولات. يعني راح أطلع عدد مولات الجلوكوز. احنا نعرف القانون شنو يساوي لنا الكتلة الصغيرة، الكتلة على الكتلة المولية، الكتلة على الكتلة المولية. اوكي، الكتلة ايش قد عندي الكتلة؟ الكتلة 3 غرام، والكتلة المولية مطينيها 180 غرام على مول، حتى غرام يروح غرام تطلع الوحدة شنو هي؟ مول. هسه بس اقسم هذا من الرقمين، هاي 180 طبعا المقام اللي على الكرسي، هاي هنا 180 وهذا البسط يجي هنا. هسه الثلاثة كمية وثمانية مبيه، فأخلي صفر وأفرز فارزة. الثلاثين كمية وثمانية، أخلي هنا صفر وهنا صفر، صارت 300 كمية وثمانية. إذا أقول 2 يطلع أكثر من 300، فأقول 1 × 180 = 108. راح أنقص صفر ينزل، هاي 10 − 8 = 2، لأن أخذت واحد منها، هاي بقت 2 − 1 = 120. أخلي صفر ثاني، 1200 كمية وثمانية بيها 6، 6 في 0 0، 6 في 8 48 يبقى 4، 6 في 1 6 و4 10، الناتج 0، هاي تصير 10 − 8 = 2، هاي بقت 1 تنزل، 1 − 1 = 4، الرقم تكرر، همي راح اخلي 0 وهمي بي 6 وهكذا. اذا هذا عدد غير منتهي، يعني عدد غير نسبي، فهذا عدد غير منتهي، فراح اقرب ال 6 تنطيني 1 تصير هاي 7. اوكي، يعني خليها 3 مراتب بعد الفارزه. يعني الناتج شو يساوي لنا؟ 0.017. يعني هاي 6 عطت 1 صارت هاي 7، والوحده شنو هي؟ مول. الوحده مول. اوكي، ليش؟ لان الغرام راح وين الغرام؟ وبقى عندي الوحده شنو هي؟ مول. اوكي، هو شيء مني يريد مني بالسؤال كمية الحرارة المتحررة بوحدة الكيلو جول نتيجة احتراق 1 مول. زين، أنا هنا نتيجة احتراق هلقد مول، فراح أسوي نسبة وتناسب. شو راح أقول؟ أقول إذا هلقد مولات من الجلوكوز 1 1 0
واحد سبعة مول شقد أعطتني حرارة؟ أعطتني حرارة سالب اثنين اثنين ستة ثمانية صفر جول. زين إذا عندي واحد مول فهنا لك وش راح تكون؟ مجهولة طرفين وسطين. طبعا هو قال لي احسب كمية الحرارة المتحررة بوحدة الكيلو جول نتيجة اضطراب واحد مول. لو قال اثنين مول اكتب هنا اثنين مول، لو قال ثلاثة مول اكتب هنا ثلاثة مول. بس هو راد شنو؟ واحد مول. فالكيو في هذا يعني هذا طرفين وسطين، فالكيو في هذا الرقم وواحد في هذا الرقم، فهاي بما راح تنضرب راح تصير معامل. يعني الكيو تساوي ان هذا على هذا، اوكي؟ الكيو تساوي ان هذا على هذا، ليش على هذا؟ لان هذا المعامل مالتها راح نضرب بها طرفين شنو هو؟ وسطين، اوكي؟ اذا الكيو راح احسبها نتيجه اضطراب واحد مول. اقول الكيو تساوي ان كمية الحرارة ايش قد عندي؟ سالب 2 2 6 8 0 على بوينت او 1 7 مول، وراح اطلع الناتج. اوكي؟ طبعا هاي الكيو احنا قاعد نقيسها بثبوت الضغط. اوكي. هسه بس مجرد اقسم هذا الرقم على هذا الرقم. طبعا هنا عندي ثلاث مراتب، فاحاول اضرب البسط والمقام في الف. ليش؟ حتى اتخلص من هاي الفارزة. يعني هذا الرقم راح يصير عندي 17. يعني هذا تصير خطوة ثانية. هذا الرقم شو يصير؟ يصير فقط 17. ليش؟ لأن يعني الألف لبل ثلاث مراتب، وهذا الألف ينضربين فيزاد ثلاث أصفار. 2 6 8 0 وراح تجيها ثلاث أصفار. 1 2 3. أوكي. فال 17 مقام راح أخليه هنا. والبسط أنزله جوا. طبعا السالب على الموجب. دقيقة. شيل كهرباء. أوكي. السالب على الموجب شنو هو؟ سالب بس اقسم هذا الرقم، فهاي الاثنين وهاي الاثنين وهاي الستة 8 صفر وهاي ثلاث اصفار. اوكي طفي. هسه راح ابدا بالتقسيم. 22 كم 17 فيها؟ 1. 1 في 17 17. هسه انا اقص 2 ناقص 7 يصير فيها 1 صار 12 فيها 5. هاي بقت 1 ناقص 1 صار 4 راح اخذ الستة. 56 كم 17 بيها تقريبا 3. 3 في 7 21 2 و3 في 1 3 و2 5 جيد. اوكي 6 ناقص 1 5 وهاي 5 ناقص 5 0 بيأثر راح ناخذ 8. 58 كم 17 تقريبا بيها 103. 3 في 7 21 2 3 في 1 3 و2 5. اوكي صحيح 8 ناقص 1 7. هسه اخذ هذا الصفر، هسه شنو عندي هنا؟ 70. هسه 70 كم 17؟ تقريبا بيها 5، خلينا نشوف 5، 5 لا اقل، يوم 5 تبقى 3 وهي سالب 1 نقل بيها 4. 4 في 7 28 يبقى 2، 4 في 1 4 و2 6 68، الناتج شنو هو؟ 2، 70 ناقص 68 2. انزل هذا الصفر، شو يصير؟ 20 ايش بيها؟ 1 في 17 17. شو يبقى عندي؟ 3. انزل هذا الصفر، شو يصير عندي؟ 30. همين بيها 1، همين في 17 17، يعني 1 في 17 17. فالناتج شنو هو؟ 3 13. ناتج 13. هسه نزل الصفر الاخير، صار 130. كم 17؟ تقريبا بيها 9. خلينا نجرب 9. 9 لا وايد 9. تقريبا بيها 8. خلينا نشوف 8. 8 في 7. 56 تبقى 5. اوكي تقريبا صح 56 تبقى 5. 8 في 1 5 8 في 1 8 5 13 لا هو 136. اذا بيها شنو هو؟ 7. اذا بيها 7 نرجع نضرب 7 في 7 49 تبقى 4 و7 في 1 7 و4 11. اوكي هذا مضبوط. صار طبعا راح تصير 10 ناقص 9 1 هاي بقت 2 ناقص 1 1 1 ناقص 1 0. تريد تخلي الصفر وتفرز فارزه تريد تبقى الرقم هالشكل ماكو مشكله يعني هذا لان هذا الرقم صغير البقع. اوكي؟ تريد تخلي هنا صفر وتفرز فارزه تريد تبقى الرقم صحيح ماكو اي مشكله فراح اخذ الرقم 1 3 3 4 1 1 7 زين هذا شنو وحداته؟ هذا وحداته جول عفوا جول على مول جول على مول ها هي كمية الحرارة الناتجة من احتراق واحد مول من الجلوكوز، أوكي؟
تساوي ان هذا الرقم جول على مول، بس هو مراتها بالجول، مراتها بالكيلو جول، فراح اقسم هاي على الف. اوكي، فايش راح اقول؟ اقول هاي الكيو تساوي، طبعا مجرد اقسمها على الف اسحب الفارزه ثلاث مرات، راح اخلي الفارزه هنا، يعني اكتب 1 3 3 4 وراح اخلي الفارزه هنا 1 2 3 هنا بالضبط 0 1 1 7. شنو هاي؟ راح اصير كيلو جول على مول، لان مراتها بوحده الكيلو جول على مول، مجرد اقسم هذا الرقم على الف. هاي الحرارة بما أن قسمها في المتضغط بالمسعر هي تمثل إمثال التفاعل، يعني الدلتا إتش إمثال التفاعل، الدلتا إتش هو نفس هاي كمية الحرارة بثبوت الضغط، يعني هم يساوي لنا 1 3 3 4.117 كيلو جول لكل مول. أوكي، وبما أنه عملية احتراق والمحترق هو مول واحد من الجلوكوز، إذا هاي الدلتا إتش هي مثال باحتراق، اذا هذا مثال بالتفاعل هو مثال باحتراق، يعني هو نفسه الدلتا اتش سي، هذا مثال باحتراق، هذا مثال بالتفاعل، بس بما ان المحترق واحد مول في وجود كميه كافيه من الاكسجين في مثال بالتفاعل هو نفسه مثال بالاحتراق، يعني مثال بالاحتراق طبعا هنا اشاره سالبه، لان كل عمليات الاحتراق شو تكون؟ تكون سالبه، تكون سالبه، فيساوي لنا سالب 1 3 3 4.117 همين كيلو جول لكل مول. اوكي، زين، اذا خطوات الحل اسئله المسعر هي خطوات ثابته. الخطوه الاولى اول شيء اطلع الدلتا تي، هاي الخطوه الاولى التي فاينل ناقص التي انيشال. الخطوه الثانيه احسب كميه الحراره اللي اكتسبها الماء، وطبعا شنو هي؟ موجبه. الخطوه الثالثه احسب عدد مولات الماده المحروقه، الماده المحروقه هنا مش عندي الجلوكوز. اوكي، النوع اسوي نسبه وتناسب، اطلع كميه الحراره الناتجه من احتراق 1 مول، هنا طبعا الصوت جاي 1 مول، جزء جيني 2 مول، جزء جيني 3 مول، فاسوي نسبه وتناسب. اقول هل قد مول انطاني هل قد حراره، يعني اذا 1 مول يعطيني حراره اسوي نسبه وتناسب. اوكي؟ واذا 2 مول هم اسوي نسبه وتناسب. فهاي هي الفقره رقم 4، والفقره رقم 5 قسمت هذا الجول على الف حتى يتحول الى كيلو جول، هاي هي 5 خطوات ثابته. بس انا هنا بما ان الحراره بس انا بالمسعر ثبوت الضغط فهي تعتبر مثال بتفاعل، وبما انه المحترق الكميه المحروقه هي 1 مول فتعتبر هي بوجود كميه كافيه للاكسجين، لان هذا وعاء التفاعل كان به كميه كافيه من الاكسجين، فهذا المثال بالتفاعل هو مثال باحتراق. اوكي، ووحده الكيلو جول على مول، والاشارات سالبه دلاله بين العمليه هي شنو؟ عملية احتراق، لذلك الحرارة تكون منبعثة، والحرارة المنبعثة تكون إشارتها سالبة، بينما هنا الإشارة كانت شنو؟ موجبة، لأن الماء يمتصل حرارة. أوكي، كل أسئلة المسعر راح نحلها بهاي الطريقة. طلاب إلى تمرين 2-1 صفحة 29 يتعلق بالمسعر الحراري، يقول إذا عندي 3 غرام من مركب هيدرازين الكتلة المولية مالته 32 غرام على مول في مسعر مفتوح يحتوي على 1000 غرام من الماء، الحرارة النوعية مال الماء مقيدينها 4.2، درجة الحرارة راح ترتفع من الى هاي التي انيشال وهاي التي فاينل، طلع منها الدلتا تي. احسب كميه الحراره نتيجه الاحتراق وامثال بالاحتراق لكل واحد مول من الهيدرازين بوحده الكيلو جول على مول، على افتراض ان السعر الحراري للمسعر مهمله. طبعا هو ما راح احسب، راح اطبق الخطوات الخمسه. اول شيء راح احسب الدلتا تي، اولا راح احسب الدلتا تي اللي يساوي ان التي فاينل ناقص التي انيشال. اوكي، التي فاينل جت عندي 28، يقول من الى فا هي الفاينل، اللي تجي ورا الى هي الفاينل، هاي 28.2 ناقص التي انيشال جت 24.6. هسه راح اطلع الناتج، اخذ هاي 28.2 وانقصها 24.6، طبعا 2 ناقص 6 بيصير اخذ 1 من 12 تبقى 6 نزل فارز، هاي بقت 7 ناقص 4 3 و2 ناقص 2 صفر، ف 3.6. اذا الدلتا تي مقدارها 3.6 مئوي، هاي الخطوه الاولى. هسه الخطوه الثانيه راح احسب كميه الحراره اللي اكتسبها المي نتيجه احتراق 3 غرام من الهيدرازين. اذا الخطوه الثانيه راح احسب الكيو. الكيو شو تساوي؟ ان كتله الماء في الحراره النوعيه مال الماء في الدلتا مقدار زيادة في درجة الحرارة. الكتلة هي 1000 غرام، هذه المطية 1000 غرام، والحرارة النوعية مال المي حفظناها 4.2، والدلتا تي هي 3.6.
اوكي ويساوي طبعا راح اضرب الارقام بدون الاصفار وبدون الفوارس. فواحد 100 تضرب بالضرب اضرب 42 ديما بالستة وثلاثين. ستة في 2 12 يبقى 1، ستة في 24 25. اترك مرتبة 6 12 اجمع 2 11 5 1 1512. 1512 كم صفر عندي؟ 3 اصفار 1 2 3. كم مرتبة؟ مرتبتين. هاي خلينا الفارس. اوكي يعني كمية الحرارة شو تساوي لنا؟ 1 5 1 2 0 والوحدة شنو؟ جول. هاي كمية الحرارة اللي اكتسبتها المي. إذا أقدر أقول كمية الحرارة اللي فقدها الهيدرازين نفسها بس عكس الإشارة. إذا راح أقول كمية، إذا كمية الحرارة المنبعثة من احتراق، من احتراق احتراق ايش جاب عندي؟ جاب عندي غرامات 3 غرام من الهيدرازين، من مركب الهيدرازين تساوي لنا نفسها بس عكس الاشاره، يعني تساوي لنا سالب 1 5 1 2 0 جول. اوكي؟ هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه راح اطلع عدد مولات الهيدرازين، يعني خطوه رقم 3 راح اطلع عدد مولات الهيدرازين. عدد المولات ان شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الكتله على الكتله الموليه مال الهيدرازين. اوكي الكتله جيب مطينيها 3 غرام والكتله الموليه ايش جاب؟ 32. 32 غرام على مول، فالغرام يروح ويا الغرام يبقى عندي بس وحده المول، يعني بطلع عندي عدد المولات. خلي اقسم ال 32 هنا اخليها وال 3 وين اخليها؟ هنا 3 كم 32 ما بيها؟ راح اخلي صفر وافرز فارز 30 كم 32 ما بيها؟ اخلي صفر ثاني وهنا صفر. 300 كم 32 بيها؟ 9 بيها 8. 8 في 2 16 يبقى 1، 8 في 3 24، 1 25 انقص هاي تصير 10 ناقص 6 4 هاي بقت 9 4 هاي بقت شنو؟ 2 ناقص 2 صفر. لا بيها اكثر الرقم طلع شنو؟ اذا مو 8 بيها 9. اوكي نعيد 9 في 2 18 يبقى 1 27 1 8 20 هاي 2 هاي بقت 9 ناقص 8 1 وهاي رقمها 1 فيبقى 0 12. هسه اخلي بعد 0 120 ايش قد بيها؟ بيها تقريبا 4 لا 4 تصير هواي 3 3 في 2 6 3 في 3 9 0 ناقص 6 ما يصير 10 يصير 4 هاي بقت 1 ناخذ 1 يصير 11 ناقص 9 2 4 20 اقدر اخلي بعد 0 ايش قد بيها؟ بيها 6 تقريبا بيها 6 بيها 8 لا 8 هواي تقريبا بيها 7 7 في 2 14 يبقى 1 7 في 3 21 ومن هناك 1 22 هاي 6 هاي الشيء اللي بقى عندي هنا وقت 3 ناقص 2 ناقص 16 اوكي نكتفي بهذا الرقم ونقدر نقرب الى اقرب من 3 مراتب عشريه بين 7 كنت 1 يصير هاي 4 اذا عدد المولات اقدر اكتب له شو يساوي لنا 0.09 هاي السبعة احولها ايش تعطي رقم يصير 4 4 والوحده شنو هي؟ مول. اوكي حسب العدد المولات حسب الخطوه الرابعه راح اسوي نسبه او تناسب لان هو كمية الحرارة الناتجة من احتراق واحد مول من الهيدرازين احنا ما ضل عندي واحد مول فراح اقول نسبة وتناسب. اذا الفقرة رقم 4 هذا راح يصير بالمقام يعني الكيو ايش راح يساوي لنا؟ طبعا هاي هنا كمية الحرارة راح تكون عندي سالبة، كمية الحرارة راح تكون عندي سالبة. فهنا سالب 1 5 1 2 0 على عدد المولات اللي هو 0.094. اوكي اسرع اقسم هذا على هذا. طبعا على ما اقسم اضرب هذا في الف عشان اتخلص من هاي ثلاث مراكز، فاضرب الفوق في الف والجو بيش بالف. ذاك الالف الفوق راح يجي هنا عند السالب 1 5 1 2 0 وراح تجي ثلاث اصفار 1 2 3 وهاي ثلاث اصفار تلغي لي ثلاث مراتب فصار عندي هنا 4 و90. هسه راح اقسم اوكي ها
هاي 94 هنا، هذا الرقم 1 5 طبعا الناتج راح يكون سالب لان الموجب على السالب سالب. اوكي هاي هنا 1 5 1 2 0 هاي 3 اصفار. اوكي 1 نبي 15 نبي 151 بها 1 في 94 94 هاي تصير 11 ناقص 4 7 هاي بقى شنو 4 14 ناقص 9 5 هسه ايش انزل 2 572 تقريبا بها 5 5 في 4 20 يبقى شنو 2 45 و 2 47 2 هاي تصير تنزل 2 7 ناقص 7 0 لا غلط لازم اكثر لان طلع الرقم اكبر من هذا فنقول بها 6 فنقول بها 6 ف 6 في 4 24 يبقى 2 6 في 9 54 و 2 56 هاي صار 12 ناقص 4 8 هاي بقت 6 ناقص 6 0 وهذا 0 8 اوكي انزل هذا الصفر ال 80 نبي فراح اكتب هنا صفر وانزل الصفر الثاني 800 كم 94 اذا بيها 8 8 في 9 72 تقريبا بيها 8 8 في 4 32 يبقى 3 72 8 في 9 72 3 5 70 هذا اعتبار 10 ناقص 2 8 هذا بقى 9 4 وهذا 7 ناقص 7 0 انزل الصفر ما قبل الاخير 480 ايش قد بيها؟ اللي يقول 4 4 في 4 16 يبقى 1 4 في 9 36 1 37 10 ناقص 6 4 هاي بقت 7 ناقص 7 0 و4 ناقص 3 1 لا بها اكثر بها 5 من هذا الرقم طلع حمين كبير اوكي نعيد 5 في 4 20 جيد 5 في 9 45 و2 47 هذا مناسب 0 1 0 يعني 10 انزل الصفر الاخير 100 كم 94 بها 1 1 في 94 94 ايش قد يبقى عندي 6 حتى لو اخلي له صفر يصير 60 فاكتفي بهذا الرقم اذا كميه الحراره هي 1 1 6 دقيقه 1 6 0 8 5 1 اوكي هذه كميه الحراره سالبه سالب 1 6 0 8 5 1 شنو الوحدات جول على مول اوكي هو هسه ما رايده بالجول على المول راح اقسمه على الف حتى احول كيلو جول على المول اذا خطوه رقم 5 خطوه رقم 5 راح اخذ هذا الرقم واقسمه على الف فالكيو شو تساوي لنا سالب هذا اذا قسم الف الفارزه تجي هنا 1 2 3 فيصير سالب 160 وهنا فارزه 8 5 1 كيلو جول على مول اوكي هسه ايش رايد مني هو يقول لي اريد مني مثال بالاحتراق مثال بالاحتراق بما ان المحترق هو مول واحد فايد مثل مثال بالاحتراق اذا المثال بالاحتراق الدلتا اس سي شو يساوي لنا؟ سالب 160 نفس الرقم طبعا هاي شنو محسوبه بثبوت الضغط 160 8 5 1 كيلو جول على مول وهي نفسها ايضا حراره التفاعل الدلتا اتش ار هي نفسها من الثابت التفاعل اللي هو سالب 160.851 كيلو جول لكل مول انا هنا ما رسبت اريدك تتم هاي الخطوات الخطوه الاولى تحسب الدلتا تي بما ان عندك درجتين حراره عندك التي فاينل وعندك التي انيشال بتحسب الدلتا تي اوكي تحسب كميه الحراره اللي اكتسبها المي قانون الحرارة كتلة الماء في الحرارة المائية في الدلتا تي طلعت هاي كمية الحرارة اللي اكتسبها الماء هسه نطلع كمية الحرارة المتولدة نتيجة احتراق 3 غرام من مركب الهيدرازين هي نفسها بس عكس الإشارة الخطوة رقم 3 تطلع عدد المولات الماء للهيدرازين تقسم الكتلة على الكتلة المولية غرام وربع غرام تلقى وحدة مول الخطوة الثالثة تسوي نسبة تناسب تقسم كمية الحرارة على عدد المولات تطلع كمية الحرارة الناتجة من احتراق مول واحد اللي هي نفسها ثابتة فاعل وهنا هي نفسها صارت مثال باحتراق لأن المحترق هو واحد مول من الهيدرازين
اوكي، فهي 5 طبقات توصل للنتيجه المطلوبه.